كوتايب اليعقوبي والهدف التعادل والهدف التعادل لصالح جمعية جربة تعادلت الأمور فتحي قاسم بعد تمهيد ممتاز المباراة تتواصل وضربة الجزاء تقدم لتنفيذها بكل نجاح المدافع كوتايب اليعقوب المهاجم البديل يصوب وكورته على الخط النهائي يبعدها المدافع اليعقوب رد النادي القربي يجي بعد 7 دقائق أحسن خمير في منطقة الجزاء يراوغ ويسدد لكن مدافع الجمعية يحول الكرة للركنية I'm ashamed, the ones you tied with, I'm ashamed, the ones you tied with, I'm
بل يعقوبي يحاول يتجاوز المدافع الحداد يرفع كرة مستوى القائمة الثاني والحاولة والدفاع يتدخل. فريق منزل بوزلفة حاول بدوره واستغلال النقص العددي في تشكيلة المحليين وإمكانية افتتاح نتيجة ضاعت على أحمد الشيخ بعد إبعاد نجح من المدافع كوتيب اليعقوبي للكرة على الخط النهائي للمرمى. كوتيب اليعقوبي من اليمين يتسرب يتوغل يصوب ومرة أخرى الحارس أشرف عبد العفو كان جاهز للتصدي عن طريق تصويبة كوتيب اليعقوبي ومحاولته مرة جانبية.